جينا على جاي طلبنا هولي تشيكن دمبلينجز. ميري حتعملنا تيست تيست. يلا يلا. I've tried them before. ما عليك كذبت. طلبنا تشيكن تاو و بيف باو بان. هاي جايز عم نتعشى باو بان جي. كتير مبسوطة انه غيرت عن مطاعم وما بعرف قد ايه حد ضاين ماي باتري لانه عم شارج بي تشارجر جست فان شاء الله ضاين بس هيك الستيك شوي اوف حلوة. طلبنا برزاولا وجوتشي سالاد. هلا دي قد برزاولا بس مش الجوتشي فبخبركم اذا تقد هاي جايز جينا على باتشيز. طلبنا انا طلبت دسرنا اوريدي اي هاد بريكفاست 3 PM بس طلبوا افوكادو توست و سكرامبلد ايجز. اي هاف تو هاف ماي بريكفاست. Hello guys, I took my camera, mom's in charger, but I am reunited with Mira. Yeah, so today we're having Pamela James and you don't need to hand over here. Jana, I'm Shinny and Felade. Not very good. We're having lunch. Yes. Thank you. And I don't know what I'm gonna do today. What are you gonna do? We're gonna go have coffee later. Really? Yeah. Okay, I'm gonna date. ناتاشا رجعت من دبي فهلا كنا رايحين نتعشى انا وياها وكليم وياسمين وكل العائله وعلي وخيو لكليم. المهم this is my outfit, it's very simple. I didn't update you guys بس عملت my IELTS exam اليوم. راسي عم يقتلني كثير ما كان رجلي تظهر بس I cannot say no to sushi مع انه امبارح اكلت سوشي كور بس اليوم رايحين على سو so let's go. I'm very late as usual. Hello. Hi guys, again. Oh yeah, the last clip I filmed was with Yasmina. Did we film in Bag Harder? Of course not. I'm a bad vlogger, but we're currently doing sushi. Ulaiku was bad. طلبوا تشيكن ناجت مش تشيكن ناجت هو قال تشيكن ناجت لك عم بتسأل هيدا اسكالوب دفو ونحن مش له يقصون هيك ليل كأنه تيك ات اول يلا ثانك يو. ناو ليتس جو تو يونيون. خلينا نروح على الجامعة لو حتى ما قريش لي بس هاي هي الحياة. الساعة 9:21 وصفي at 9:30. ليكو مين رجع من السفر بعتت صورتلهم برحسو صورتكم برحسو بس انه we're back to rituals. واليوم apparently هلا ناتاشا عم تقلي انه ميتا فيش عملوا new things حنطلب most probably noodles وشو كمانه وباو بونز. طلبنا كيل سيزر سالاد my favorite. طلبت ايوانا اجت العاصفة عم بشرب literally ثلج وناتاشا لاتيه. Walk to the car. I think we need to run to the car. اوكي. ولك انت مهضومة هاي. هاي باي جنجي. رون. ناتاشا عم تعمل recipes. She's testing out. هيدا دقني كان كثير طيب وهلا we're gonna film a video for her YouTube channel where we try Asian snacks وكثير جات. هاي جايز انا بالجامعة. المهم عم جرب ادرس ما عندي شيء ادرسه ودايما بخلص على 12. في وحدة صار لها ساعتين عم بتغني. هلو خلصت جامعة وانا وناتاشا رايحين I'm eat the fish again. Literally, behind that vlog. No, I hate you. You did it on purpose. What? I repeated? No, you didn't remind me. It was just my camera. This is your responsibility. When you're standing there, you can come take with the subah with Jema. I kid you, and I'm not right. So excited to eat. Natasha takes 10 hours to get ready. Holy, one of my favorite things. One, rated Kate Caesar salad. If that's possible.
فول الباو بونز عبيف، واليوم طلبنا كمان اللي على الشريم. فول الشريم مفروض يكونوا طيبين، وحطوا لنا تشيلي صوص على جنب لانه طاشا ما بتحب سبايسي كثير. خلصنا من ميت ذا فيش ونسيت اعطيكم ريفيو عن الشريم باو بونز. صراحه كان طيبه بس اكيد اطيب البيف. المهم هلا عنا ارت اكزيبيشن ب like the art space, Karim's art space. Oh, this is my outfit. صراحة I'm loving it. أول شيء ما حبيته بس بعدين ب this lighting I liked it. وهلا حروح أعمل ضفيرة so let's go. عملت ضفيرة صراحة هيدا أحلى لون عندي. أوكي هلا بحط لكم actually حطيت لكم إياه على سناب شات so follow me on سناب شات. اللون اللون محطوط على سناب شات. وهلا جيت على الارت جاليري وكثير عجقه فما في كثير فرجيكم العالم. انا قاعده على هالكبسه لانه ما بفهم شيء خصو بالارت. I'm just here for moral support. خلصنا من الاكزيبيشن مشينا ناكل بام شريف مثل العاده لانه امي كانت جعانه صراحه انا ما كنت هلا جعانه ولا نطاشه. طلبنا فتوش وعن جد في كثير ناس ما بيعرفوا عن هاي بس لحمة بعجين مع دبس الرمان كثير طيبة وامي طلبت برجر. صراحة I really liked my outfit today. حسيت حالي very classy بس technically I can wear it again لأنه ما حدا شافني فيه وكان كله ختيارية so irrelevant. عم بمزح كثير بحب الختيارية بس بحسهم انه مثل ولادي هاي المشكلة. المهم ناتاشا عندها كثير جيزو هير اويل و كل شيء من جيزو للشعر فهلا هي مش بالبيت فحق عليها وانا حاسرق لها هير ثينجز وقلكم اذا عن جد منيح ولا لا. اليوم رجعت بكير على البيت وخلص بدي اعيشها. بدي اعمل جرب اعمل بلو دراي بشعري بدي اعمل كل شيء. طب وقت الطقس يكون بشعر ما بيكون لكم جليده ابدا. ايه هاي انا اليوم. Good morning guys. ابدا منو morning. خلصنا غدا انا وناتاشا اكلنا بسكرت. البرجر كانت كتير طيبة بس الستيك صراحة ما كتير بس مش هي انه رح تأخرنا. ايه صح العشقة اوكي I'm back to life. المهم الستيك ما كانت كتير طيبة كمان لان احنا طلبناها في ليه فما فيها دهن فبتجي قاسية ما هي؟ ايه بس انا بدي اتصور. اه هون بدها تصور. اوكي المهم مرقنا اخذنا قهوه من باك برنر فجيون ياهو كوكونات لاتي with honey and cinnamon. لا عيب غيرت ثيابي انه ماي توب والكوت. ناتاشا stop being annoying please. حسيت حالي عم ربي ولد اليوم. اخذت بنتي تقدر بادل لاول مره على المطبخ. مش اول مره ثاني مره بس على المطبخ. Eh, Fajion, wow guys, look at our new coat. I know all of you are jealous. هلا ازيح شوي لنشوفوا الماتش. Very intense game. إذا حضرتوا الفلوج وقتها أنا بلعب مع البنات أبدا ما بنلعب هيك. I have to leave in a group. Hello guys, هنا مع البنات. سوري زمان ما أنا جاية للسكشن تحت. It's like Italian. جيت مع العائلة ياسو. هاي جايز ناتاشا تعالينا لوكسير جعانة. هلا صار وقت المش غدا ولا عشاء صار شي ساعة 5 بس انا وناتاشا كتير جعانة وهيدا المحل فيه منه بلندن فقلنا خلينا نجربه. انت مجربتيه من قبل؟ ايه لا انا ولا مرة جربته. انا طلبت لحمة بعجين مع دبس الرمان وناتاشا طلبت كعك مع كريم تشيز وسميق وهي مفروض فيها اوليفز وشي تاني نسيت وهيدا فيها تشيز. كتير طالعة بيضة بس المهم رايحين انا وناتاشا we're matching لابسين the giving movement. You can use my code RARIES for a percentage off. رايحين ناكل اكل عربي اطيب اكل بمحل اكتر traditional. هلا بفرجيكم كتير طيب.
بعتقد لأول مرة بحياتي حعملكن outro. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe وتابعوني على Instagram وعلى Snapchat. بحبكن كتير وإن شاء الله تكونوا حبيتوا هالفلوج. وقولولي شو بدكن كمان. عم تقولولي بدكن أعمل الفلوجز أطول، حعملهم أطول. وعن جد stay tuned لهيدا الشهر، لأنه شهر February حيكون كتير عندي قصص حلوين to vlog. هلا تشوفوا شو قصدي. بحبكن كتير.